أيضا أطلقت السلطات الأمنية الآن يعني اليوم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين وصلوا إلى محيط القصر في تظاهرات 28 من فبراير والتي دعت لها لجان المقاومة. في تقديرك ماذا تريد أن تحقق لجان المقاومة من خلال هذه الدعوات للتظاهرات؟ هي طبعا لجان المقاومة اللي أنت بتذكرها دي هي لجان مسيسة. نعم. دي لجان بيقف وراء مشروع الحزب الشيوعي السوداني. وانا قبيل طبعا انت لما تقول والله هم رافضين فولكر ورفعوا ضده لافتات، هم دي الاصل رافضين الحوار، وسواء كان بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. نعم. عكس جماعتنا ديلك ناس محمد الفكي وجد صالح اللي هم دايرين الحوار عن طريق فولكر، ديل الناس اللي بيقولوا سيدي الحسن وديني، وين هم دايرين فولكر يسوقهم يودوهم للحوار. نعم. ويدعوا في الشارع السوداني انهم هم ضد الحوار. الموقف الاوضح هو موقف الحزب الشيوعي في الجانب ده اللي هو انه رافض الحوار بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. والحزب الشيوعي طبعا من التكتيك ده او من الفعل السياسي الحالي بتاع اليوم ده الممتد له فتره، هو داير يضعف المكون العسكري. وزي ما انا دائما قاعد اقول، مشروع الحزب الشيوعي هو مشروع الضعضعه السياسيه، مشروع اسقاط كل المشاريع على الارض الى ان تحين ظروف يستطيع الحزب الشيوعي ان يرفع مشروعه السياسي. والدليل على كده لو بتذكر نحن قبل ما نطلع على الحلقه كنا نتكلم انه نازل وصلوا القصر وبعد ذلك رجعوا. نعم. والناس بيفكروا انه ما في هدف، هو في هدف، هو الهدف هو ارباك الساحه السياسيه وارسال رسائل متداخله في الساحه السياسيه، وانه قادرين نصل القصر، وانه احنا قادرين نضيق الخناق على البرهان. بيده كله هم ما عندهم مشروع سياسي للمرحله الجايه. زي ما انا قاعد اقول باستمرار، لا لجان المقاومه وصلت القصر اليوم ولا الحزب الشيوعي بتحريكه للفعل السياسي ده عندهم اجابات لاسئله الحكم. يعني الليله لو جو اليوم لو دخلوا القصر وحكموا اليوم ما عندهم اجابات لاسئله الحكم، يعني ما عندهم اجابات لاسئله الاقتصاد دي، ما عندهم اجابات لاسئله التضخم. يعني حزب الشيوعي علاقاته العالميه اللي ممكن يحل بها مشكله الاقتصاد شنو، يعني تصوراته للانغاز عشان تحلحل مشاكل مشت، اول شيء مشت المنظومه بتاعت دول الرابطه الاسلاميه ناس ماليزيا والمجموعات دي، مش عملوا اتفاقات مع الصين. الحزب الشيوعي ما عنده افق للمساله دي، لانه الصين الان هي نظام الاقتصادي نظام راس مالي وشراكاته الاقتصاديه شراكات راس ماليه. نعم. فيا اما الحزب الشيوعي يكون دار يصل على اساس انه يقفل المسرح السياسي ويختطفه الى حين ميسره، او هو حيظل يعبث ويستغل ضعف القياده السياسيه ويستغل ضعف الاراده السياسيه ويواصل في اضعاف وضعضعه المسرح السياسي بكلياته. هو الان ضد قحط الحزب الشيوعي ولجان المقاومه بتاعته، ضد قحط وضد فولكر وضد المكون العسكري وضد الانغاز وضد الاسلاميين وضد الجميع. وده مشروع الضعضعه السياسيه، مشروع الاضعاف السياسي. نعم.